طيب اسال حضرتك على المؤتمر النهارده اللي عمله النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، واتهم اتحاد الكره ان هو اخفى خطاب بالاتحاد الافريقي لكره القدم بشان مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. رد حضرتك على هذا الامر ايه؟ انا بعترض على كلمه اخفى دي. يعني وارد جدا احنا في محل دراسه، وارد جدا يكون في خطا ما، لو كان في خطا هنقول ان في خطا وهنحاسب باخطاء، لكن احنا انا بعترض على كلمه الاتحاد الكره المصري ده بيت الكره المصريه، بيت كل الانديه، فانا بعترض على كلمه اخفاء هذا الخطاب، لكن وارد جدا احنا في مجال دلوقتي بنحقق، ولو كان في خطا ما والاخطاء بتبقى وارده تمام. لو في اي حاجه احنا مش هنحط دماغنا في الرمل، هنقول اخطانا ونجادل اللي اخطا، ما عندناش مشاكل، ما عندناش حاجه نخبيها. طب ده كلمه اخفاء دي ده كلام انا بتحفظ عليها يعني. طيب سياده اللواء، انت الكلام اللي حضرتك قلته ده كلام في منتهى الاحترام، انه لو في خطا نعترف بالخطا، وانا قلت كده النهارده في المقدمه بتاعتي، قلت ايه المشكله لو الاتحاد الكره المصري كان عنده خطا عندنا عمد يطلع يقول انا اخطات والامور تعدي وخلصنا. فحضرتك اتفضل. انا بؤكد على هذا، وأؤكد ان تحكمنا لوائح، وهنشوف اللوائح، هل النادي الاهلي المفروض يتقدم ولا الاتحاد الكره يتقدم، كل دي يعني كل دي في الاول والاخير النادي الاهلي ده قيمه كبيره وبنقدره، وبتقدر مجلس ادارته زي والانديه والزمالك وكل الانديه، احنا كلنا خادمين للانديه المصريه. وارد جدا هنشوف ايه الاليه وايه عشان الكلام ده ما يكررش، ما يتمش تاني. لكن انا باخذ ثقتي في الاتحاد المصري كله، وانا عضو فيه، ان احنا خادمين وداعمين لكل انديه مصر. يعني حضرتك بتقول لي تاني، انا بس باكد على النقطه دي، لو تاكدتوا كاتحاد كوره انه كان في خطا من جانب اتحاد الكوره، هيتم محاسبه المسؤول وهيتم الاعتراف بالخطا. هنقول مش هنقول لو في خطا هنقول، والخطا ده ما يتكررش ازاي. الاتحاد ده اتحاد منتخب جماعي عموميه خادم لكل الجمعيه العموميه.